السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو لجولة لدوار تارنت غانيت التابع لجماعة إفارني إقليم تريوش. دوار جميل وهادئ، أتمنى لكم فرجة ممتعة. دهز ماني تخسم وامي همو جنو السان وامي ثوفي مثم وثاثق وخراري مسان وقم ناس مخذ خسم وامي همو جنو السان وامي ثوفي مثم وثاثق وخراري مسان نده ثماني تخسم وامي همو شنو السان وامي ثوفي مثم وثاث قواق وراري مسان وانا ربوت خوالوان غلون قالون زمان نكسيت سلاح ثام نعجن خوس النام أيولون مزرو وقم عنه مضام قرار جن ما يني دا ما يحن هنا ما تخاد انتي خسني بنادم ما عريان والسوار خيني وجن ما يني دا ما يحن هنا ما تخاد انتي خسني بنادم ما عريان واسجم تخش قران ما تزمي في السني خسن سجن تخون في كوي وذان موثن الدان أيولون وزروا وقانهم غام قران والسوار خيني وجن ما يني ذا ميحان هنان ما تخاد انتي خسني بنادم ما عريان واسج من دخش قرن ما تزمي في السن يخسر سج من دخون في كوي وذان موذن الدان أيو راون وزرو وقمعنهم ضام قرار وميثو في الغم وثاث قواق وراري إنسان ونده ثماني خسم وميخو موشن وسان وميثو في الغم وثاث قواق وراري إنسان وانا ربوط خوارار غرون القارون زمان نكسيت سرح فاو عشن خوس النار هايورا ونوزرو وقل عنكم غام قران من ده ثماني تخسن وامي خموش نوسان وامي ثوف مضم وثاث وخرار امسان
زماني خسم وامي همو جنو السان قمي ثوفي مثم وثاثق وخراري مسان وقم ناس مخذ خسم وامي همو جنو السان قمي ثوفي مثم وثاثق وخراري مسان نده ثماني تخسم وامي همو جنو السان وامي ثوفي مثم وثاثق وخراري مسان.